لابد والاحتجاج حق مشروع الاحتجاج حق مشروع وضد القمع وضد الجوع ضد القمع وضد الجوع وما ديني وراسو مرفوع ما ديني وراسو مرفوع وحقوقي وراسو مرفوع حقوقي وراسو مرفوع وما مشري ما مبيوع ما مشري ما مبيوع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم عبد الجليل زرياد رئيس الفرع الإقليمي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمدينة أسفي وعضو مكتبه التنفيذي بالمغرب. اليوم فيما يخص القضاء الأخ المحامي أستاذ زهراش مشكور راه قال لي كاين، حنا بالنسبة لنا كجمعية حقوقية من مدينة أسفي والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي وكل المتضامنين وكل المتعاطفين مع قضية الأخ سيدي محمد المادمي، جينا اليوم باش نديروا هذه الوقفة الاحتجاجية ونددوا بصوت واحد ألا وهو البراءة للأخ محمد المادمي. علاش نقول البراءة؟ لأن كلنا نؤمن إيمانا قويا بأن الأخ محمد المادمي اليوم يدفع ضريبة النضال لا لذنب اقترفه سوى أنه فضح زمرة الفساد والمفسدين بمدينة مراكش بجهة مراكش آسفي بربوع وطني الحبيب من طنجة إلى القويرة. اليوم جينا كنرفعوا الشعارات وكنعلنوا التضامن ديالنا المطلق واللا مشروط مع الأخ محمد المديمي لحين إطلاق الصراح ديالو لحين أن ينال الحرية. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر كل القنوات الحرة والنزيهة على التبع على الملف ديال قضية سيدي محمد المديمي، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.